السيسي ونظيره الألماني يتفقان على تعزيز الشراكة المصرية الألمانية في كافة المجالات. دوي انفجارات في محيط مطار دمشق وإطلاق صافرات الإنذار في الجولان المحتل. وثائق مسربة لتنظيم داعش الإرهابي تؤكد استخدامه تركيا معبرا لمقاتليه. موجز أنباء السابعة صباحا يأتيكم من إكسترا نيوز. أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات موسعة مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاين ماير، تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي أعرب عن تطلع مصر لتعميق العلاقات الثنائية، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، خاصة وأن ألمانيا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية. كما أعرب الرئيس عن تقديره لقيام ألمانيا بتسليم مصر نسخة الكتاب الأثري أطلس سديد. من جهته أشاد شتاين ماير بالدور المحوري الذي تطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد مصر للاستمرار في دفع أي إجراءات تستهدف ترسيخ السلام بين كينيا والصومال. قال الرئيس في تغريدة عبر موقع تويتر إنه تابع بسعادة بالغة توقيع الرئيسين الكيني والصومالي اتفاقا لتطبيع العلاقات بين بلديهما، مشيرا إلى أن الاتفاق يعد خطوة مهمة من شأنها تعزيز التعاون الثنائي وتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة. أكدت مصر موقفها بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. أقال بيان وزارة الخارجية إن مصر تعتبر هذه المستوطنات غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي. أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بسماع دوي انفجارات في محيط مطار دمشق الدولي. ذكرت الوكالة أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية. يأتي هذا في وقت دوت فيه صافرات الإنذار في هضبة الجولان المحتل. أعلن الجيش الاحتلال إسقاط 4 صواريخ فوق منطقة القنيطرة السورية. كشفت مراسلات سرية بين عناصر تنظيم داعش الإرهابي وأحد المسؤولين الأتراك تتضمن تكليف بعض أعضائه بشن هجمات في أوروبا باستخدام تركيا كمعبر. تضمنت الوثائق التي تم تحريرها بأمر من البغدادي وعثر عليها بعد مقتله تعليمات بتهريب المرتزقة وبشكل خاص الكوادر الأمنية إلى داخل ألمانيا من خلال تركيا ليتمكنوا من تنظيم نشاطاتهم في أوروبا. جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتهامه لإيران بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. وعرب بومبيو في كلمة له عن قلق بلاده من أعداد القتلى في الاحتجاجات التي تشهدها إيران، مطالبا السلطات برفع الحظر فورا عن الإنترنت. انتهى الموجز. بإمكانكم دوما متابعة المزيد عبر extranews.tv. إلى اللقاء بإذن الله.